الو الو تسمع فيه ولا الو جدة جدة سير معك شنو زين يا ودي اختاني قالوا زين الو تسمع فيه ولا يا مكي شي حوالك كان يا مكينة في بلاد التونسية الشعب قد خرج قد قاش من عليه زين طلع في الطيارة وكانوا راهو ساعة شنو سعودية صوته ما عاد يسمع سوت البياس ويلبس العسالة حتى جامي قال واسمع المكينة كل كسوتي مسموع اشكي اللي بحكان مش ولا احنا كنا مسموع كان عندنا نسيان مع ميدان ويعطي فوق انا خاطر باش يتحط الفاشا فاشا مع المسموع ايوا هذه من يوم تعتلسوا بحاجة عادي بيها على الموح شقل وماش عادش يقل اثنين في التليفون توا ولا يقلت في المخلوع بربري الشمس باش يجب الغني بردة دي مكلها ماش يتعلم كاوش مين يلا سمي روح الزينة ابوك لحنينة عدوني سمي دينة خسارة لينة عطور راهي راكب عبس راهي قلب لاختك حكيت السعودية بالنسبة لي كاميرا خفية هاي حلوة باهي ملاوينك انت صحة شربتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ألو جدة. ضيفنا الليلة محمد الغرياني واللي كان من المقربين برشا نظام بن علي بما أنه كان آخر أمين عام لحزب التجمع، وهذه مناسبة باية باش نشوفوه يطلع نكار عشرة مع الرئيس السابق ولا مازال عنده حنين بن علي ويامات. مشاهدينا الكرام أوفياء قناة، استدعينا سي محمد المقر القناة باش يشارك في حوار سياسي نشطه رئيس قسم الأخبار الزميل مكيهلة. سيد محمد الغرياني الأمين العام الأخير لحزب التجمع المنحل، نحن نعرفوا وين الأماكن والنقاط والأركان التي تسببت في انهيار المنظومة، فمساهمتنا اليوم ومشاركتنا هو للمساهمة في عدم ارتداد الأوضاع، على الأقل تستفيد من خبرتي من تجربتي الصادقة. التونسيين اليوم أصبحوا على قناعة وأن دخول الغرياني دخل في الحوار بكل جدية وحكي في برشا مواضيع تهم الواقع السياسي في تونس، وما كانش يتصور أن وسيم متخبيله في الدورة ومحضر اللقاء مع عرفه السابق سين العابدين بميقال. نعم العائلة الدستورية اليوم اللي نحبوها عائلة دستورية ديمقراطية بالحق، سنعود للعائلة الدستورية والمبادرة عائلة الوطنية تقبل الحوار مع العائلة الأخرى. نعم. بما في ذلك عائلة والمنتدى أيضا. فقدت عندي لك لا أدري مفاجأة أم سبق صحفي ماذا نسميها، عندنا تدخل بالهاتف ليريد أن يحاورك أو يسأل ربما أو نسأله نحن بعد سنوات من الغياب ورفض أو اضطرار ربما لعدم الحديث وإيثار الصمت أيضا كما ذكرنا منذ قليل، سبق صحفي حاولنا أن نظفر به منذ مدة في الحقيقة. معي صوت عبر الهاتف يأتينا حسب ما يقال لي الآن من السعودية، تفضل. ألو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا لكم على الفرصة دي، ونحب في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحب نشكركم على إتاحة الفرصة باش نخاطب من خلالكم الشعب التونسي بعد 6 سنوات من الصمت على الظلم والتشويه اللي صار شخصي وعائلتي. لماذا الآن ولماذا كل هذا الصمت؟ وربما لديك ما تسأل وما تضيف. معي في الأستوديو السيد محمد الغرياني آخر أمين عام لحزب التجمع، يجب أن نذكر أكيد ربما عرفت الصوت سي محمد هو الرئيس الأسبق، البعض يسميه المخلوع، البعض يسميه الرئيس الهارب، الرئيس الهارب، لن نختلف على الاسم. هل لديك ما تسأل ضيفي في الاستوديو كنت تسمع؟ بالله سامحني ولدي بك، نحب قبل من حي الناس الكل، نحب بالمناسبة من خلال القناة متاعكم نشكر حكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على حسن الضيافة، وهذا مش غريب على المملكة. باه تفضل، هل من سؤالي ضيفي؟ قبل كل شيء أهلا وسهلا سي محمد. أهلا وسهلا مرحبا سيدي. شي أحوال؟ أهلا وسهلا مرحبا سيدي. شي أحوال؟ الحمد لله. والله ولن أنا بكي نحب نقول لك أن سي محمد راه واحد من الإطارات الشابة اللي راهن عليها، وكان ولدي هذاك أنا وكان ولاء كبير الحزب والنظام وكان شاهد على كل الإنجازات.
ملي كان في سيدي بوزيد نحب نذكر ونذكر الناس اللي سمع فيا ذاك اصغر والي ملي كانوا موجودين. هو كان سفيرا في لندن ايضا على ما اذكر. كان سفير عندي في لندن وكان كذلك مستشار في القصر اللي عندي وشكى سي محمد مشكور تشاد على الانجازات الكل ولا اي نذكروهم بالانجازات خاطر الشعب التونسي ما يفهمش علاش قالوا كانوا يدوزوا في الاخطاء والسلبيات الباقي الكل نساو. طيب هذه الإنجازات صاحبتها أخطاء أيضا هل تقرب الأخطاء على الأقل سيد زين العابدين؟ ثم أخطاء كثيرة في الحقيقة. سمحني قالوا بشقاطة توشريتوا في الأخطاء نركاب الأخطاء 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 اللي عملناها إنجازات 23 سنة بالله العظيم أنا أقول لك سي محمد بحذاك بالله يا سيد زين العابدين الإنجازات ليست طرق وجسور وبنية تحتية فقط الإنجازات والاستثمار الحقيقي في البشر وفي الحريات يا ودي الناس كوي كاية عنا غلاط الناس كل تغلط الناس كل تغلط أنت تغلط سي محمد تغلط إيكس جراك الناس كوي كاية تغلط. قمتم بنقد ذاتي في الأخطاء سي محمد سي محمد هذه الأخطاء كنتم شركاء فيها ما فماش نظام لا يخطئ ولا الو يا ودي الناس كوي كاية عنا غلط الناس كل تغلط الناس كل تغلط أنت تغلط سي محمد تغلط إيكس جراك الناس كوي كاية تغلط. قمتم بنقد ذاتي في الأخطاء سي محمد سي محمد هذه الأخطاء كنتم شركاء فيها ما فماش نظام لا يخطئ ولا أما هنالك العديد من الإنجازات اللي تمت والعديد وأرقام التنمية تؤكد ذلك. نظامنا السياسي كان صحيح في المجال السياسي في مجال الديمقراطية ما حققناش الشيء اللي يلزم يتحقق وهذه من الأخطاء اللي نعترف بها جميعا واعتقد أن التوانسة في تقييمهم بصفة عامة معناها ديما يراوا أن ضرورة المحافظة على المكتسبات وضرورة البناء على هذه الإنجازات ولكن زاد كيف مع الانخراط في منظومة جديدة اللي تعطي للتوانسة أيضا فرصة أخرى اللي باش يعيشوا الديمقراطية والحرية واعتقد انه اليوم نحن في مناخ مصالحه وطنيه شامله في مناخ يسعى الى لم شمل كل التونسيين في هذه المصالحه في هذا المناخ بما في ذلك الرئيس بن علي تريد لي تقول الرئيس بن علي لا تقول مخلوع ولا تقول هو الرئيس هو الرئيس الأسبق الرئيس السابق الأسبق نعم السابق كده هناك نحن تربينا في نظام جمهوري على نعم هو الرئيس السابق نعم. ذكر سي محمد موضوع المصالحه سيد بن علي سيد بن علي لا انا اناديك اسمك سيد بن علي ناديني سيد مكي ايضا ما حتى مشكل عيط لك مكي ولا سامحني يا سي مكي ولا اسمعني تو تقول لي على الاخطاء علي الاخطاء قلت لكم يوم 13 وقلت لكم راه غلطوني وكنا نجمو صحيح نمشيو مليح في طريق الديمقراطيه والاصلاحات السياسيه يعني مثلا كما حريه الاعلام وكل الامور هذيك صحيح فما اخطاء لكن الانجازات يا سي محمد بالله يبارك فيك اعطي حتى شنو خواليك نساوى مشروع تو لا تحدثنا عن الانجازات تحدثنا عن الانجازات تدريس السيد شقولنا اركاب الاخطاء واخطاء 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 نحن العالم كامل اللي شق بينا والانجازات تحدثنا عن الانجازات والكثير يعترفوا بهذه الانجازات بما في ذلك حتى الاحزاب الموجوده سيد بن علي تدرك حتى انه حتى لي سيد بن علي لو سمحت لو سمحت يا سي مكي تعترف بالانجازات طيب موضوع غلطوني سارة نكتة في تونس تدرك هذا وتتابع ما يجري القاء الخطأ على آخرين يا بالله يا سي مكي تتصلوا فيها وتكلموا فيها وبعد قصة ممكن تكلموا بعضنا ولا فوق علينا يا سي محمد بالله قل له أنت تعترف بالإنجازات ولا هنالك إنجازات الناس كل تعترف بها إنجازات في جميع المجالات موجودة وهنالك أخطاء أيضا كنا وقفنا عليها بما في ذلك في خطابك الأخير يوم 13 جانفي وقفت على هذه الأخطاء وكنت عدت بإصلاحها ولكن جرت الأمور بما لا نشتهي جميعا واليوم في تونس في وضع آخر يجب أن نساهم فيه جميعا وفي إنجاحه والحمد لله أنا ما اخترناش الثورة المضادة واخترنا الانخراط في الثورة يا سي محمد لكن أنت تعرف اللي صار علي انقلاب علاش ما قلتوش معايا علاش نهار 14 الناس كل كاينة كما يقولوا فيها الجندوبية الصربية أنتم في بالكم لا صار علي انقلاب هذه حقائق بطبيعة الحال انقلاب أم ثورة على كل حال إذا كان ثم من له معطيات أخرى على هذا الموضوع فليقدمها وأولهم رئيس المعني مباشرة بالموضوع معنا على الهاتف طب بالله لا
والاخواني كل انقلاب والناس كل كاف كل ما نعرفوش كاين ناس كل مثلا سي محمد انا عنده معلومات في باله الانقلاب لا ما عنديش معلومات هو لم يؤكد ذلك الناس كل كاف في باله شنو تو الناس كل ما اشتغلت لا ما عنديش معلومات هاي مش مشكل تو واحد ثاني عندي عندي انت اسال باش اسال وبيسالش ولا تو شريتوا لي في الاخطار والاخطار تو انت يا سي مكي ما نعرفكش انا ما تقولوا مكذب وما نعرفش بدا تو مثلا سي محمد عنده اخطاء انا نحب نلوم عليك والله ما نعرفش الله تو انت ولدي الصغير ونحبك كذا وكذا وشي تو شو من عندك اغلاط كبيره مستغرب من مواقفك مثلا ما حركت النهضه وزيارتك راس الغنوشي ولا حبيت نقول الامور هذه نحكيو فيها شنو هذا حقه محمد الغرياني اليوم يعيش مرحله جديده وانا كنت قلت في عديد المناسبات عمري ما ندمت اللي خدمت معاكم ولا وكنت أعطيتني فرصة باش خذيت تجربة وخبرة في الحياة السياسية وفي إدارة شؤون الدولة ولكن اليوم محمد الغرياني أيضا يتفاعل مع وضع جديد فيه حركة النهضة وفيه أحزاب أخرى واليوم نحاول أن نفتح حوارات مع مختلف العائلات السياسية اللي ما كانش متاح في السابق ما كانش ثم ما كناش نتحاور مع بقية يتحمل بن علي مسؤولية إغلاق كل أبواب الحوار مع العائلات السياسية في السابق بن علي لا يتحمل وحده وهذا قلته في العديد من المناسبات مش اليوم يعني نسمع في الرئيس ما يتحملش وحده الرئيس ما يتحملش وحده بن علي لا يتحمل وحده هذا قلته في العديد من المناسبات مش اليوم يعني نسمع في الرئيس ما يتحملش وحده هنالك منظومة كاملة اختارنا باش تكون بمواصفات معينة وأنا قلتها في مناسبات وكنا مشاركين ومع بن علي في إدارة هذه المنظومة لو كان ما كنا رافضين الخط متاعه رانا انشقينا وخرجنا لكن ذكرنا معاه ووصلنا ومفتخرين بالإنجازات اللي تمت مع رئيس بن علي في تلك الفترة واليوم نقوم بالنقد الذاتي في الأخطاء اللي هو تعرض لها رئيس في نستغل هذه الفرصة نتستغل هذه الفرصة لنسأل سيد زين العابدين بن علي في موضوع المصالحة هل هناك إمكانية للعودة إلى تونس ثم ناس قدمت ملفات لهيئة الحقيقة والكرامة ثم من ما يزال ينتظر قانون المصالحة أنتم بالضبط ماذا تنون فعله في هذا الباب العودة المصالحة من السعودية إقامة دائمة والله يا سي مكي تو نحكيو في التمشي الرايم أنا بالنسبة لي أنا نحب نوضح حاجة أنا يهمني مصلحة تونس قبل مصلحتي أنا الشخصية وأعتقد أنه مصلحة تونس تكمن في ذهابنا جميعا إلى طريق المصالحة ما يكون ونحاول لك نشوف الأمور تو باش نرجع لسي محمد والله أنا نستغل الفرصة هذيا خاطر تحب ولادي يحبك أخويا يحب يكلمهم ما يكذبش عليك اللي فما نقوله تو مثلا تو كبير اللي تتكلم تو تقول لي مثلا تو انت تجمع ود نتاعنا وبعد نلقاك في النهضه اشنو ما تستغربش وانا عارف جاي نلقاك في العريضه الشعبيه ولا نبنكني معلاش بن حمدي في المستقله ولا اشنو تو المستقله دعمتوه انتم في وقت ما لا انا ما عندنا دعمنا انا ذاك نحكي لك انا 15 سنه الثاني قلت لك تو انا امور اخرى تو تبدل نحب انا واحد انا ولدي يقعد انا ولدي شو قلت له فماش انا واحد ما يجيش ما ثم في السياسة قتل الأب للتجاوز أيضاً لا مش القتل نحن نستفيد من التجربة وضع نفسي وطبعاً نحن نستفيد من التجربة ونكيف مواقفنا واختياراتنا حسب الوضع الجديد أعتقد الرئيس نفسه لو كان جاء في هذا الوضع الجديد لتغيرت الكثير من المعادلات والعلاقات يعني عليه والأب السياسي بالله ما دام نحكيه على التقييم نستغلوا الفرصة دي نحكيه في أمور أخرى اسم محمد تواني كل شيء خلنا نرجع شوية لنهار 12 11 13 تواني نوصي فيك ولا نقول لك كتابت ولا شرح من بورقيب قلت لك هبتهم إلا في وانت مهبت الناس وانت مرسائي وحتى لحكاية لوكاسيون قلت لك ما تهبتش لوكاسيون وخذيت الكلاب عنا الزيسيجي عنا الفصل عنا الأمور الكل كليو كلاسيك والأمور يقول لي عنا الكلاب عنا الأمور هذه تفاصيل مهمة ما حدث في مبنى التجمع يوما في ذاك اليوم الفاصل الكثير يحمل مسؤولية لمحمد الغرياني وابن علي تحدث الآن وقال ماذا ترى؟ أولاً لم تخرج مظاهرات من التجمع وتم ما خرجتش من التجمع خرجت من المنزل نفسه ما خرجتش مظاهرات من التجمع وقضية العيسي تم التحقيق فيها ولم تستعمل أي عصا لمواجهة المتظاهرين وقضية السيارات التي تم استعمالها لا علاقة لها بالتجمع ما عندهاش علاقة ما عندهاش علاقة الناس جاءوا من كوكب آخر ما نعرفش
هذه أسئلة تجاوب عليها. سيد بن علي، عندك فكرة عن الناس اللي نزلوا؟ والله تدخل لي، عندي فكرة، مانيش حافظهم بالأسامي، ما نجمش لو نسمي لك مثلا 800 واحد نقول لك هذا يا فوزي ولد سمير ولا مواشي عارفين ولاد مش مش انت عداوة دايما مريض المنتور. نحب نقول لك يا سي مكي لأني هابط لأني عائد إلى تونس. متى وكيف وبأي صيغة؟ والله ما نعرف، لو كان ثم بلايس يجيني السيارة جمعة ذي تونسي وخطر حبيت على الأسفير ما قيش، والله فماش ما قيش. الموضوع مسألة مقاعد، شغور مقاعد فقط. والله فماش، وكلمت عندي كمان صاحبي حتى البلايس ما فماش، وبارك الله فيك يا سي محمد، أكشركت معنا في الكاميرا السعودية اللي في السعودية. يا ليلى افتلاء حضرنا كل مكارون هاي وقر حساب سي محمد معنا. لا حتى لو كان حقيقي كانت نجم نفس تكون أجوبتي نفس الموقف. يعطيك الصحة. سيد الرئيس فرمي سامحني.